السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل لسن 2 لمنهج بريب 2. تمام، النهاردة هناخد stages of designing and creating website. إيه الستيجز اللي أنا همشي عليها عشان أعمل creating وأنشئ website؟ هنتعلمهم خطوة خطوة. الستيجز دول المفروض إن هما يتحفظوا بالترتيب. تمام، نبص مع بعض stages of designing and creating website. number 1 فيها plan، ان انا هعمل plan امشي عليه. هناخد كل واحد فيهم بالتفصيل بس انا هقولهم على بعض الاول. number 1 plan، number 2 design، number 3 prepare and develop، number 4 implement، number 5 publish. تمام، هيتحفظوا بالترتيب وهنشرح واحدة واحدة عشان نفهم كل واحدة بتتكلم عن ايه، كل stage بتتكلم عن ايه. The first stage بتتكلم عن البلانينج. البلانينج يعني ان انا هبدأ اخطط للويب سايت، هشرحها وبعد كده هقراها لك. يعني ايه اخطط للويب سايت؟ يعني انا قررت ان انا اعمل ويب سايت، فهبدأ اجيب ورقة وقلم وارسم الويب سايت ده. تخيلي ليه هيكون شكله عامل ازاي، هيتكون من كام ويب بيج، اني واحدة فيهم هخليها الهوم بيج، اني واحدة اللي اول ما افتح الويب سايت تكون هي اللي موجودة قدامي اللي هي الفيرست. هبدأ اظبط كل حاجة خاصة بالويب سايت دوت، هظبط او هحدد اعمل ديفايد ايه الانفورميشن او الداتا اللي محتاج ان انا ادخلها جوه الويب سايت، فابدا احددها عشان هشوف هجمعها ازاي. كل الحاجات دي انا بحتاجها في الستيجز الخاصه بالبلاننج. تعالوا نقراها مع بعض. دي ستيج درو سيمبل دايجرام، زي اللي احنا شايفينه ده، برسم سيمبل دايجرام شكل مبسط بتخيل فيه شكل الويب بيجز بتاعتي هتكون عامله ازاي للويب سايت. تمام، سيمبل دايجرام اوف ذا ويب بيجز اوف ذا ويب سايت، the home page and the connected pages. وابدا اشوف اني واحده فيهم اللي هخليها الهوم بيج اللي هي اول صفحه افتحها توديني لبقيه الصفحات، واربطها ببقيه الصفحات اللي موجوده عندي. بقى هحدد الهوم بيج والكونكتد بيجز والصفحات اللي هتكون مرتبطه بيها. كمان ديسايدز انفورميشن اند داتا تو بي انكلودد، كمان بحدد الانفورميشن والداتا اللي هدخلها جوه الويب سايت دوت. اور سيرفيس اكوردنج تو ذا نيد، يعني السيرفيس او الخدمات او الانفورميشن دي لازم تكون بتخدم او طبقا لاحتياجات الويب سايت، لازم تكون المعلومات والداتا دي تكون طبقا للويب سايت بتاعي. يعني انا لو هتكلم عن ويب سايت خاص بالسكول يبقى لازم يكون كل الانفورميشن خاصه بالسكول، يبقى لازم تكون الانفورميشن والداتا اكوردنج تو ذا نيد، حسب احتياجي للويب سايت، يعني الويب سايت ده محتاج ايه. تمام، فلو هتكلم عن السكول هبدا اجمع داتا وانفورميشن عن السكول، زي مثلا البنات امتى السكول، مساحتها قد ايه، عنوانها فين، الفصول بتاعتها، كل حاجه خاصة ب او كل داتا وكل انفورميشن خاصة بالسكول. تمام، يبقى الفيرست ستيج هي البلاننج، ودي زي ما قلنا درو اسمبل دايجرام، برسم فيها شكل مبسط لتخيلي لشكل الويب سايت والويب بيجز الموجودة فيه. تمام، نمبر 2 او ذا فيرست ستيج بتتكلم عن ديزاين ذا ويب بيج. يعني ايه ديزاين ذا ويب بيج يا اولاد؟ يعني انا هبدا اصمم الويب بيج بتاعي اشوفه بيتكلم عن ايه. تمام، يعني مثلا ده لو انا مثلا في الديزاين ده هبدا احدد لنفسي اللون او الكلر او الفونت اللي انا هكتب بيه الهوم بيج او الويب بيجز كلها بتاعتي. تمام، يعني مش بس الهوم بيج، ده الهوم بيج وكل الويب بيجز بتاعتي. يبقى في الستيج دي اللي بعتبرها ذا موست امبورتنت، من اهم الستيج بتاعتي، ان انا وديزاين ذا فورمات، هصمم الفورمات الخاص بالستيج. يعني مثلا الكلر بتاعي ايه، الباك جراوند اللي انا هحددها، هحط خلفيه شكلها ايه، ايه مثلا الفونت سايز، حجم الخط اللي هكتب بيه الداتا بتاعتي والانفورميشن هيكون الحجم بتاعه قد ايه. تمام، اند تايب بليس اوف بوتينج تكست، ايه الاماكن اللي هحط فيها التكست، هحدد في الصفحه كده هنا هحط تكست، في المكان ده هحط ايمج، في المكان ده هحط فيديو. فابدا ان انا احدد التايب بليس اوف بوتينج تكست وايمج وفيديو، اند ديزاين كمان هحدد الهايبر لينك. ناخد بالنا من حاجه مهمه، ان في الديزاين انا بعمل ديزاين بس للهايبر لينك بحدده، ولكن لسه ما عملتلوش كرييشن، لسه ما انشاتوش. هو ايه الهايبر لينك ده؟ يعني الهايبر لينك اللي بيعمل كونكتد بتوين ذا اذر بيجز، بيربط الصفحات كلها ببعض، اللي من غير الهايبر لينك الصفحات مش هتبقى مرتبطه ببعضها. تمام، فانا في مرحله او في الستيج الخاصه بالديزاين انا بعمل ديزايند واحدد الهايبر لينك اللي انا هحطه، احطه فين عشان اعمل كونكتد بي ويز اذر بيجز مع الصفحات الباقيه اللي موجوده في الويب سايت بتاعي. تمام، يبقى ده نمبر 2 او سكند ستيج ديزاين اند
ديزاين ذا ويب بيج اللي انا بعمل فيها ايه دي، بحدد فيها الفورمات والشيب للهوم بيج بتاعتي اند اذر بيجز وبقيه الصفحات بس كده، لا كمان بعمل ديسايد واحدد الديفرنت فورمات زي ايه مثلا، زي ايه الكولر، ايه الباك جراوند اللي انا هحطها، ايه الفونت سايز اللي هستخدمها بس كده، لا كمان تايب بليسز اوف بوتينج تيكست، هحط التكست فين، هحط الايمج فين، هحط الفيديو فين، كمان ديسايد ذا ديفرنت هايبر لينك، بحدد الهايبر لينك اللي هحطه والهايبر لينك ده مسؤول ان هو يعمل ايه، كونكتد ويز اذر بيجز ان ذا ويب سايت، بيربط بقيه الصفحات وبعضها جوه الويب سايت. تمام، دي مرحله الديزاين. ذا ثيرد ستيج، المرحله الثالثه اسمها بريبير اند ديفلوب. خلاص انا رسمت تخيل للويب سايت بتاعي على الورق في مرحله البلاننج، وبدات ان انا في مرحله الديزاين اشوف الفورمات والباك جراوند والفون سايز والهايبر لينك، عملت له ديسايدد، حددت كل الحاجات دي. ابدا بقى في الستيج نمبر 3 بريبير اند ديفلوب، ان انا احضر الداتا والانفورميشن اللي انا المفروض اعمل لها انسايد جوه الويب سايت بتاعي ده. يبقى في الستيج دي كونسيست اوف امبورتنت ستيبس ويتش ار as follows. حسب ايه بقى؟ نمبر 1 انا هعمل بريبير لكل الداتا، والداتا دي هقسمها لثلاث انواع، ممكن الداتا بتاعتي تبقى تكست، ممكن الداتا بتاعتي تبقى ايمج، ممكن تبقى فيديو او ساوند. فنمبر 1 انا هحضر اول داتا اللي هي التكست، داتا عندي اللي هدخلها جوه الويب سايت. تمام، طب انا حضرت التكست كلها اللي انا هكتبها وكل الانفورميشن والداتا عندي، هحطها فين او هكتبها فين؟ هكتبها جوه تكست اديتور، يعني برنامج خاص بالكتابه زي برنامج الوورد، وابدا انسق الداتا ديت واعمل لها مثلا اعمل لها فون سايز بتاعتها اظبطه عامل ازاي، واظبط كل حاجه للداتا بتاعتي، وبعدين اعمل لها سيف جوه فولدر واجهز الفولدر واكتب عليه ان الفولدر دي خاص بالداتا او الفولدر دي بتاعت التكست الخاصه بالويب سايت، وابدا احطها جوه فولدر واسيفها عشان هستخدمها بعد كده لما اجي ارفع او ابدا انظم او ابدا اصمم الويب سايت بتاعي على جهاز الكمبيوتر. تمام، يبقى في البريبير اند ديفلوب بحضر اكتر من ايه، اكتر من داتا. اول بريبير للتكست which will be added اللي انا هضيفه لل البيج بتاعتي. تمام، هستخدم ايه عشان احط او احضر التكست ده؟ هستخدم تكست اديتور زي مثلا برنامج الوورد، وبعدين اسيف الداتا بتاعتي او التكست عليه واحطه جوه فولدر. دي اول داتا انا جمعتها. طيب زي ما احنا شايفين، هو كتبت التكست جوه وورد وحضرتها وحطيتها جوه فولدر. تاني داتا هحضرها prepare the image، هجمع كمان image، يبقى انا عملت prepare للtext و prepare لايه للimage، حضرت الimage هعمل لها save واحطها برده جوه فولدر واحفظها عشان بعد كده هدخلها جوه الويب سايت او هستخدمها جوه الويب سايت بتاعي. خلاص كده خلصت؟ لا، ده انا كمان هعمل prepare واحضر كمان الفيديو والساوند. يبقى هبدا ان انا احضر الفيديو والساوند هدخلها جوه الويب سايت واعمل له برده save جوه فولدر. يبقى اصبح عندي كده فولدر فيه تكست، فولدر فيه image، وفولدر فيه ساوند وفيديو، انا عامله لهم prepare ومحضرها عشان هستخدمهم في الويب سايت بتاعي. ودي كانت الستيج نمبر 3، هنرجع مع بعض ونشوفها، اللي هي كانت بتتكلم عن، بتقول ايه بقى الستيج دي؟ كانت الستيج دي بتقول prepare and develop. يبقى انا في prepare and develop حضرت ثلاث حاجات، عملت prepare للتكست وحفظتها جوه فولدر، عملت prepare للايمج وحفظتها جوه فولدر، عملت prepare للفيديو والساوند وحفظته برده جوه ايه؟ جوه فيديو. ودي كانت الستيج نمبر 3. طيب تعالوا نشوف الستيج نمبر 4 بتتكلم عن ايه. الستيج نمبر 4 بتقول لي امبلمنتيشن. يعني ايه امبلمنتيشن؟ يعني ابداي بقى نفذي الويب سايت بتاعك. انت حضرتي الداتا والانفورميشن وعملتي الديزاين وعملتي البلان اللي مشيتي عليها، ابداي بقى اعملي امبلمنتيشن. ومرحله الامبلمنتيشن انا خلاص بقى هسيب الورق بتاعي وهبدا ادخل على جهاز الكمبيوتر وانفذ عليه الويب سايت بتاعي. فبيقول لي ايه بقى؟ ان ذيس از ستيج ويل نيد تشينج، هغير من البيبر ديزاين. من خلاص بقى انا خلصت مرحله البيبر، الورقه مش محتاجاه، وهدخل بقى جوه انتو ويب بيجز تو بي شون، وابدا اصمم الويب بيج بحيث ان انا اقدر ان انا اعمل له فيزيت على الانترنت، ازوره بقى، هبدا استخدم، اخش على جهاز الكمبيوتر وانفذ الويب سايت بتاعي عشان اقدر ان انا اعمل له فيزيت وازوره عن طريق الانترنت. طب هزوره عن طريق الانترنت باستخدام ايه؟ طبعا باستخدام الانترنت براوزر بروجرام زي جوجل كروم زي فايرفوكس. لما بنحب نخش على اي ويب سايت بخش عن طريق البراوزر، وده احنا اتعلمناه قبل كده مع بعض، وقلت البراوزر زي جوجل زي فايرفوكس دي كلهم براوزر بستخدمهم عشان ادخل بيهم على الانترنت. تمام، كمان بعمل ايه في المرحله او في الستيج دي؟ ببدا بقى انبوت داتا، ادخل الداتا اللي انا كنت مجمعاها زي التيكت زي الايمج زي الفيديو اللي كنت حاطاهم في فولدر ومجهزاهم، ابدا ادخلهم بس كده. لا،
حاجه مهمه جدا كرييت هايبر لينك. هنا بقى بعمل كرييت للهايبر لينك. ناخد بالنا ان انا عملت ديفايد وحددته في مرحله الديزاين، كنت محدده امام الاماكن بتاعته بس، لكن هنا انا خلاص انشاته بقى، خلاص بقى فيه بالفعل هايبر لينك. ليه؟ عشان يعمل كونكت ذا ديفرنت بيجز، يعمل لي يربطني الصفحات ببعضيها، تمام، اند فيسيليت براوزنج ذا سايت، ويسهل على البراوزنج ان يقدر يوصل للصفحات ديت. باستخدام ايه عملت كل ده؟ ذس از دان يوزنج اتش تي ام ال، وباستخدام الاتش تي ام ال اللي احنا هنتعلمها، اللانجوج اللي هنقعد نتعلمها مع بعض في كل الليسنز اللي جايه ان شاء الله. زي ما احنا شايفين هنا كده عمل هايبر لينك، حدد الهوم بيج وسميها ماي سكول، وحط فيها اباوت سكول وفوتو البوم وفيجن اند ميشن، ويقول لي هنا بقى الهايبر لينك. ايه بقى وظيفه الهايبر لينك؟ اول ما اعمل كليك على الفوتو هيوديني عند الفوتو البوم لكل الداتا اللي فيها الايمج. طيب هعمل كليك على الفيجن اند ميشن هيوديني عند الفيجن اند ميشن. هعمل كليك على اباوت سكول هيوديني عند الويب بيج بتاعت الاباوت سكول. هو ده الهايبر لينك، لما بعمل كليك عليه بيوديني الانذر بيج. عشان كده بقول ان الهايبر لينك بيعمل كونكتد للديفرنت ويب بيجز، بيعمل كونكتد للديفرنت ويب بيج، يربطهم كلهم بايه؟ ببعض. عملت الكلام ده كله باستخدام ايه؟ ال HTML language، تمام؟ لمرحله الامبلمنتيشن، دي مرحله مهمه جدا. دي المرحله اللي بتنقل منها من الورق لجهاز الكمبيوتر. وافتح الويب سايت بتاعي بايه؟ بفتحه عن طريق البراوزر، وببدا ان انا اعمل انبوت، ادخل داتا وتكست وايمج والفيديو اللي كنت مجمعاها في فولدر قبل كده، واعمل كرييت وانشا الهايبر لينك بتاعي. بيجي سؤال في الامتحان يقول لك كرييت وهايبر لينك بيبقى في انهي ستيج؟ لازم اعرف ان الكرييت في مرحله الامبلمنتيشن، لكن ديفايد الهايبر لينك احدد بس الهايبر لينك في مرحله الديزاين، تمام؟ طيب دي بالنسبه لنمبر 4. اخر مرحله عندي نمبر 5 اللي هي البابليش اون ذا انترنت، ودي ذا 5 ستيج او ذا ستيج نمبر 5، ودي اللي بعمل فيها ببلش للويب سايت بتاعي على الانترنت. يعني خلاص بقى انزل ستيج او ويب ادريس توكن، يعني بدي ويب ادريس، بدي عنوان للويب سايت بتاعي. انا قلت دي حاجه مهمه جدا، ان مفيش ويب سايت ملوش ويب ادريس، لو ملوش ويب ادريس مش هعرف ادخل عليه، فلازم او مش هعرف افيزيت ازور واقدر ان انا ابحث حتى عنه، تمام؟ يبقى لازم يكون لي ويب ادرس، فانا هبدا اديله الويب ادرس بتاعه. ومش بس كده، ده انا كمان هبدا احدد له الاستورج كباسيتي بتاعته. يعني ايه؟ يعني لو انا خلصت الويب سايت وظبطته وحطيت له الويب ادرس بتاعه، لازم اروح لشركه من الشركات الكبيره المسؤوله عن السيرفر، واحجز لنفسي مكان على السيرفر عشان ابدا ارفع عليه الويب سايت. طب لو انا ما عملتش كده ورفعته على السيرفر وحجزت مكان فيه على السيرفر، هل اي حد يقدر يشوف الويب سايت او يوصله؟ لا طبعا، هصبح ان الويب سايت ده ملوش اي لازمه، انا بس اللي اقدر اشوفه على جهاز الكمبيوتر بتاعي انا. لكن عشان اخلي الناس كلها تشوفه، لازم اروح على شركات السيرفر اللي مسؤوله عن السيرفر واحجز لنفسي مكان فيه. طبعا ده بيبقى بفلوس، وبحجز المكان حسب مساحته قد ايه، يعني ما حجزش مساحه اكبر ولا اصغر، لا انا بحجز المساحه اللي انا شايف ان الويب سايت بتاعي هياخد المساحه دي بالظبط، تمام؟ خلاص بعد ما بحجز المساحه بيبدا يديني مكان على السيرفر، من هنا اقدر اعمل له ببلش واقدر ادخل على الانترنت بقى، يتنشر بقى على الانترنت، واقدر ادخل واكتب الويب ادرس واوصل للويب سايت بتاعي، تمام؟ يبقى في اخر مرحله عندي اللي هي نمبر 5 ببلش اون ذا انترنت. انا ببدا في المرحله دي ان ذيس ستيج او ويب ادرس از توكن، خلاص هو خد الويب ادرس اند ذا ستورج كاباسيتي، وحدد فيها هياخد مساحه قد ايه، الديفايد تو سيف اللي هسيفه بيها على السيرفر، اند بعدين بعمل له ببلش على الانترنت عشان ابدا ان انا ادخل عليه. لو ما عملتش كده ورفعته على السيرفر، مش هقدر ان انا الاقيه موجود على الانترنت، مش هينفع الناس كلها انها تشوفه معايا، هبقى انا بس اللي شايفاه، عشان كده لازم ارفعه على السيرفر عشان الناس كلها تقدر تشوفه معايا، تمام؟ ودي بتبقى مرحله او الستيج نمبر 5. نمبر 5 تمام كده. يبقى عندي كام ستيج؟ 5. نحفظهم حلو جدا، نحفظهم بالترتيب، ما ينفعش ان انا احفظهم خطوه يعني قبل خطوه، لا هم بيتحفظوا زي ما انا قلت لك ورا بعض بالترتيب، ما ينفعش خطوه تسبق خطوه. نرجع مع بعض عليهم تاني. نمبر 1 كانت اللي هي نشوفهم كده مع بعض زي ما انا كنت رسمهم لك اول مره خالص، البلاننج. نمبر 2 كانت الديزاين، بعدين بريبير اند ديفلوب، ونمبر 4 كانت الامبلمنتيشن، واخر نمبر عندي كانت الببلش. يتحفظوا بالترتيب، احيانا بيجي سؤال يقول لك يلخبطهم ويقول لك رتبهم، لازم ابقى حافظهم بالترتيب، تمام؟ اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وان شاء الله الليسنس الجايه هنتعلم فيها حاجات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.